صباح الخير على كل مشاهدي شبكة ان تي ان نايل لايف. نهارك سعيد، يوم سعيد على مصر كلها. النهاردة 21 أكتوبر 2012، وطبعا الأحداث السياسية سريعة جدا لسه بتأثر على كل حياتنا بشكل مباشر جدا، هتكلم عليها بالتفصيل. بس اصبح على زمايلي، صباح الخير يا اشرف. صباح الخير. صباح الخير يا اشرف. صباح الخير يا مي. طبعا زي ما مي قالت ان الاحداث السياسيه سريعه جدا، واحنا من خلال برنامجنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نواكب كل اللي بيحصل على الساحه السياسيه، وايضا كل اللي بيحصل في مجتمعنا. عندنا مجموعه من الفقرات كتيره جدا، ولكن طبعا لازم نصبحها على اشرف. صباح الخير مي، صباح الخير ريم، صباح الخير مشاهدي نايل لايف، ونهاركم دايما سعيد مليان بالامل والتفاؤل. كل سنه وحضراتكم طيبين. خلاص يوم الجمعه الجايه او يوم الخميس الوقفه، ويوم الجمعه ان شاء الله العيد. نهارك سعيد، بيعمل فقرات حلوه وايام حلوه في العيد ان شاء الله. هتنتظرونا برضو في نفس الميعاد من 9 ل 11. عندنا فقرات كتيره، من ضمنها طبعا التوتر اللي بيحصل في حبيبتنا وجارتنا العزيزه سوريا، توتر السوري التركي وتوتر السوري اللبناني. عندنا فقرة خاصة عن الأوضاع في سوريا، معانا ضيفنا الأستاذ وائل عنبة أستاذ أحمد رياض أستاذ أحمد رياض غنام، المحلل السياسي، هيتكلم فيها عن الوضع في سوريا. هو طبعا الوضع في سوريا وضع مقلق جدا. يمكن كل الدول امبارح كانوا بيصوتوا على وقف الدماء، خاصه في فتره العيد الاضحى. عندنا ايضا فقره ظريفه جدا انا ومي هنبقى فيها مع دكتور عادل مدني، وبنتكلم فيها عن تاخر سن الزواج عند البنات والشباب. يا ترى هل فعلا في تاخر في سن الزواج ولا لا، ولا هو ده لو في تاخر هو هيتكلم على ما يترتب على التاخر ده. خلاص احنا عدينا مرحله ان احنا بنتكلم عن تاخر. عندنا فقرة كمان هتكون مع أستاذ غريب سليمان، المدير التنفيذي لجمعية حقوق الأفراد ذوي الإعاقة، وهنتكلم على حقوق الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، لما يعني غالبا بنتجاهلها في أشياء كتير جدا في المجتمع، لكن السنين اللي فاتت ابتدى يبقى في ناس كتير وجمعيات كتيرة بتركز أكتر مع حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، فهنتكلم عنها النهاردة أكتر بالتفصيل. حضراتكم لما يبقى في اي دوله في العالم بتقول ان التضخم عندها قل او نسبه التضخم قلت، معناها بكل بساطه شديده انه الاسعار المفروض ان هي تقل، لكن في مصر احنا وضعنا غير، بتزيد التضخم عندنا حضرتك قل ولكن الاسعار عماله تزيد. عندنا فقره خاصه اقتصاديه بنتكلم فيها على الحاله الاقتصاديه، بدون اقتصاد احنا مش هنعرف نعمل اي حاجه في حياتنا. عندنا فقره اقتصاديه ومع الاستاذ وائل عنبه، مستشار اقتصادي وخبير الاسواق الماليه وانخفاض معدل التضخم الاقتصادي في مصر. خصوصا واحنا داخلين على العيد كده، وقلتها بتفاؤل قوي، عندنا تضخم وعندنا اسعار غاليه. لا انا متهيألي لو الاسعار نزلت احنا ممكن نتخض، ممكن نحس انه هو في ايه اللي حصل. امبارح انا مش عارف ليه في الاعلام بشكل عام، انا امبارح كنت هنا في الصحافه، فقره الصحافه، وجالي خبر انه القطر اللي اتقلب في ومش عارف ليه حاسس ان هو في الإعلام بشكل عام الكلام عن اللي حصل ده واخد شكل بسيط قوي، مع أنه زمان لما بيحصل مشكلة زي كده بنلاقي أنه الموضوع بنشوفه بكل تفاصيله أكثر وأكثر. عشان الفترة فاتت غالبا فعلا في الإعلام ذكرنا كتير جدا انهيار عمارات، قطارات بتخبط، قطارات بتتقلب، يعني كان في حوادث كتيرة جدا فعلا ابتدى البعض وهو بيتكلم عليها بقى بيتجاهل قد ايه حجم الحادث اللي هو بيتكلم فيه. لا بس مش عايزين برضو نخلي النوعية دي من الأخبار، انا عارف انها بتحصل كتير، بس برضو ما ينفعش ان احنا ما نلقيش الضوء عليها. احنا عارفين ان في احداث سياسية كتيرة جدا لازم ان احنا نتابعها، بس برضو لازم ناخد بالنا من الحاجات البسيطة دي اللي موجودة، خاصة انه اكيد بيبقى فيه ضحايا وكده، فلازم هو بيني وبينكم اهم حاجة احنا هنبقى المفروض نركز عليها، يعني هو موضوع الدستور وخروج الدستور، وان احنا نفهم الشعب المصري قد ما نقدر كوسائل اعلام يعني أهمية الدستور وإيه البنود اللي جوه الدستور. بدأت تبقى في أصوات لناس كتيرة جدا بتنادي إن إحنا نصوت بنعم أو نصوت بلا للدستور. عايزين ده اللي هو قبل ما نبتدي أصلا نتكلم هو بنود ولا بشكل كامل. خلينا نبتدي فقرة الصحافة مع كاتب الصحفي محمد البعلي بعد الفاصل. بعد فاصل